من بقايا الموت. يحاول هؤلاء الشباب تصدير الأمل بالحياة. أفكار إبداعية نسجتها أيديهم عبر تحويل مخلفات الحرب من القذائف والرصاص التي تطلقها الميليشيات على المدينة إلى أدوات يمكن الاستفادة منها. مجلس ومكتبة وحقيبة طبية، بالإضافة إلى تفاصيل كثيرة تبرز هنا، صنعت من خزائن الرصاص ومخلفات القذائف، تلخص فكرة أنه يمكن للحياة أن تولد من أدوات الحرب. الفكرة تحويل أدوات الحرب إلى أدوات صالحة للاستخدام عبر تدوير هذه الأدوات. كل المقذوفات التي سقطت على المدنيين في داخل مدينة تعز تم جمعها، تم تلوينها أيضا. هناك صناديق تم عمل منها كوشات للأعراس، عمل منها أيضا مزهريات، عمل جزامات، عمل أيضا مكتبة للكتب. في هذا المعرض الفني تجلت أفكار إبداعية لهؤلاء المشاركون تتلخص رغبتهم في الخلاص من الحرب، فأدوات الدمار وإن بدت قاسية بفعل الذكريات التي حملتها، إلا أنها أجبرت هؤلاء الشباب أن يحولوها إلى أدوات للحياة والسلام. المعرض كان فكرة شبابية، وهي عبارة عن تجميع ركام الحرب اللي هي المعابر وبقايا القذائف والرصاص، الأشياء اللي هوجمنا فيها حولناها إلى أداة حياة قدر المستطاع، أضفنا عليها الألوان، تعبنا عليه، بس بالأخير كان الشغل إن شاء الله جبار، وإن شاء الله يكون القادم أفضل. إن شاء الله فكرتنا توصل للعالم، والرسالة إعلامية إنه الحرب التي تقام علينا نحن حولناها لأداة حياة. توقف آلة الحرب ورسائل عديدة بدت واضحة في هذا المعرض الفني، ولكن يبقى السؤال الأبرز هنا، هل ستجد هذه الرسالة طريقها في لحظة ما تزال الميليشيا تواصل حربها ضد تعز، أم أنها ستراوح مكانها ككل مرة؟ من هذه الأدوات المدمرة وغيرها من مخلفات الحرب يصنع هؤلاء الشباب أشياء مفيدة للحياة. هكذا اهتدت الفكرة كما يقولون إلى طريق السلام من وسط ركام الحرب. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.